اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبايب قلب ام اشرف داخل مصر وخارج مصر. هنعمل معاكم النهارده صينيه بسيسه كده بالدقيق الذره. هنحط كوبايتين دقيق ذره وكوبايتين دقيق زيرو، وهنحط 4 بيضات، 2 زبادي، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، وكوبايه زيت بدل السمنه، انتي واختيارك. عايزه تحطي سمنه حطي، بس الزيت بيخلعك اي نوع زيت عندك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هضربهم كده في الخلاط وارجع لكم. الخليط كده في الخلاط اللي انا قلت لكم عليه، ايه بقى واعمل بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حطينا كوبايتين دقيق ذره وكوبايتين دقيق زيرو. حبايب قلبي هتلخبطيهم على بعضه، وادي معايا الخليط اللي انا جهزته، هحطه كده بسم الله. طبعا ما عندناش عكان بقى، هنعجن بقيتنا كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا عملت معاكم الكيكه اهيت بالدقيق الذره، كوبايتين دقيق ذره، كوبايتين دقيق زيرو، وضربتهم كده زي ما انتم شايفين الخليط بتاعها انا قلت لكم عليه، وضربتها بايدي كده وهقلبها. حبايب قلبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. طبعا انا بطنت كده، حطيت معلقه سمنه ورشيت رشه دقيق كده، تبطني في صينيتك كده عشان تطلع تبقى معاكي خرط كده، وتبقى سايبه معاكي وانت بتقطعيها. هنزل كده بسم الله. دي بقى على الفطار تفطري بيها، عيالك عايزين بالليل كده وانتوا قاعدين تفطري كوبايه شاي بلبن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خفيفه كده هحطها بقى في الفرن، درجه الحراره بتاعتك على 140، واحطها وارجع لكم. صل وسلم على سيدنا محمد. عملت كده معاكم اهو صينيه البسيسه، هي طبعا بتبقى غامقه شويه عشان انت بتكتري لها السكر شويه، وعايزه تحطي نقطه عسل حطي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احلى حاجه تاكليها. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا زرار الجرس، وكل جديد هيجيلكم من قناه ام اشرف للاكلات. يا احلى متابعين ام اشرف.